النفط الليبي يتصدر أبرز الأحداث في ليبيا خلال الأسبوع الماضي بعد توارد أنباء عن مفاوضات ليبية نيجيرية بشأن تعاون غير معلن. المؤسسة الوطنية للنفط تنفي توريدها للنفط الخام لصالح مصفات نفط نيجيرية وتصف هذه الإدعاءات بغير صحيحة. مع مطلع الأسبوع الماضي خرجت أنباء تناقلتها منصات التواصل الاجتماعي تتضمن قيام المؤسسة الوطنية للنفط بإجراء مفاوضات بشأن توريد النفط الخام لصالح مصفات دانغوتي نيجيرية بحجم يصل حتى 650 ألف برميل يومياً. أنباء توريد المؤسسة للنفط الليبي وبدء مفاوضات بشأنه تأتي في وقت تسعى الأخيرة إلى زيادة معدلات إنتاج النفط بهدف الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يومياً خلال خطة خماسية شرعت فيها سنة 2022.